افتتح الوكيل المساعد لقطاع التأهيل والتدريب بوزارة الشباب والرياضة سعد العمري ورشة للدعم النفسي تحت عنوان امسح خوفك بمشاركة 20 شابا وشابة من مديريات العاصمة المؤقتة عدن. وفي الافتتاح أكد الوكيل المساعد على ضرورة إقامة مثل هذه الورش التي تحتاجها البلاد في ظل الحروب والظروف النفسية التي يتعرض لها أفراد المجتمع، وتهدف الورشة إلى إعادة زرع ثقة الشباب بأنفسهم والتغلب على الخوف والقلق.